في الشكل التالي: الزرافة. الزرافة بالنسبة للمصريين القدماء، عايز حضراتكم تدققوا في الشكل اللي موجود قصادي ده. الشكل ده موجود في مقبرة وبرع. الوبرع ده موجودة مقبرة في الأقصر. الشكل اللي انتوا شايفينه دوت القرد اللي هو الجرين بابون. البابون اللي هو بيصعد على رقبة الزرافة، دققوا كده النظر هتلاقي فيه قرد. القرد ده بيصعد على رقبة الزرافة عشان يصعد إلى العلو. هاجي أبص، الزرافة هل كانت موجودة في مصر القديمة؟ مفيش أي زرافة موجودة دلوقتي في حديقة الحيوانات اللي موجودة في الجيزة. لذلك الزرافة اللي احنا شايفينها ديت باللغة الهيروغليفية، لو بصيت للرقبة، انت لما الرقبة تكون طويلة فانت بتستطلع، بتستطلع شيء. هذا الشيء هو غريب عنك، مش شايفه، invisible. فانت بتعمل ايه لما هاجي هرسم الزرافة؟ المصري القديم رسم الزرافة في صورة علامة. العلامة ديت ليها خط، الخط ده بيصعد الى اعلى زي حرف الالف كده في اللغة العربية، بتستطلع لشيء. المصري القديم اول واحد في العالم رسم زرافة على جدران المعابد. القرد بابون، هرجع لهذا القرد، روح معبد أبو سمبل في أسوان. معبد أبو سمبل لو بصيت كده وتخيلت معبد أبو سمبل، هلاقي لو أنا واقف هبص لاقي المعبد ده كده قصادي 14 بابون، 14 قرد موجودين، اللي فوقهم على طول في الكوبرا. الكوبرا أصلا كانت بتعبد في مصر القديمة. القرد كان بيعبد في مصر القديمة. واجهة المعبد هلاقي البابون. البابون ده اللي هو بيصعد على رقبة الزرافة، بنقول عليه في علم الإيجيبتولوجي الجرين بابو، قرد أخضر. القرد الأخضر ده بيصعد على رقبة الزرافة. أرجع إلى تاريخ مصر حديث وفرنسا. أول واحد بعث زرافتين، واحدة لفرنسا واحدة لإنجلترا، محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة. محمد علي باشا أهدى زرافتين إلى ملك إنجلترا، فطبعا نظرا للسلوك هناك الزرافة المصرية ما قدرتش تقاوم البرودة فماتت. ولكن ملك فرنسا اهتم بهذه الزرافة اللي بعتها هدية محمد علي باشا عند توليه مصر 1805 اين هوندا اخت اختسيشن فومف عن ساوزن اختسيش انفومف 1805 عن تاوزن اخت هوندد انفومف. في 1805 لما ارسل هذه الزرافة الى ملك فرنسا، اعتنى اعتناء هام جدا بهذه الزرافة. لذلك ما كانش فيه كلمة تطلق على الزرافة. ملك فرنسا بعت في برقية إلى محمد علي باشا فقال له هي دي اسمها إيه؟ فقال له، بعت أحد اللي هم علماء الآثار آنذاك إلى أحد المقابر فقال له هي دي اسمها إيه؟ فقال له باللغة الهيروغليفية اسمها جيرافة، باللغة الهيروغليفية.
ومن هنا الإنجليز قاموس اللغة الإنجليزية خد كلمة جرافة وحولها إلى جرافة، ودي أصلا كلمة زرافة في اللغة الإنجليزية. الكلمة أصلها الأصول الروتس منها جاية من اللغة الهيروغليفية. اعتنى اعتناء شديد ملك فرنسا بهذه الزرافة إلى أن ماتت. لما ماتت عمل متحف هذا المتحف وحنط هذه الزرافة، وموجود بمتحف الطبيعة في منطقة أو في مدينة باريس، مدينة الملائكة بفرنسا، وهذا المتحف موجود إلى الآن، وهذه الزرافة تعرض على الملايين، الزرافة المصرية The Egyptian Giraffe. وأنا ذاك عمل تذاكر، ملك فرنسا عمل تذاكر عشان زيارة الزرافة التي أعطاها وأهداها محمد علي باشا لتكون هدية إلى ملك فرنسا. الزرافة دي موجودة إلى الآن في مدينة باريس، وأيضا وزارة السياحة في فرنسا كل سنة بتجمع تذاكر وبتعمل رحلات عشان اللي داخل متحف الطبيعة في مدينة باريس يلقي نظرة على الزرافة المصرية. واخدينها الأصل منين؟ واخدينها من مصر القديم ومن المقابر المصرية. للعلم بالشيء، موسوعة الحيوانات بالنسبة للزرافة، معروف ان الزرافة بتنام من 20 دقيقة الى 30 دقيقة في اليوم. ده بالنسبة لعملية النوم بالنسبة للزرافة، يعني ما بتنامش كتير. لذلك يعتبر المصر القديم هو أول من نحت الزرافة على الجدران المعابد المصرية وأيضا المقابر المصرية. الفكرة فكرة برضو إن فكرة الخلود، إن لما القرد بيصعد على رقبة الزرافة اللي هو الجرين بابون، فده عبارة عن بينتقل من حالة الوفاة أو حالة الموت إلى الحالة اللي هي حالة الحياة في العالم الآخر. فعندما يصعد هذه الرقبة ويصل إلى القمة، فأنه بيصل إلى العالم الآخر ويكون في مأمن، وبعد كده بيقابل رب الأرباب والإله آمون رع لكي يحاسب. فهيقول له طبعا في الأسطورة المصرية ان انا صعدت على الزرافة والزرافة كانت تقدس، فانا كنت قريب من الإله المقدس الجرافة او الزرافة، لذلك انا مقرب منها، فده هيكون لي حساب جيد في العالم الآخر. نشوف الشكل التالي. الضفدعة، شكل اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي الفراج، الشكل ده موجود في المتحف المصري. الضفدعة معروفة، لو انت عندك جنينة خضرة كتير هتلاقي الضفادع بتكثر حوالين الجنينة وخصوصا المياه، وتبتدي بقى العزف الأوركسترالي أو الكوفاكن باللغة الألمانية، كواكن باللغة الإنجليزية، تفضل نهيق الضفدعة وتفضل العزف بتاعها دوت يحدث خصوصا من بالقرب من الطين أو بالقرب من الزراعة. هذا النقيق اللي هو الكوفاكن أو الكواكن ده ليه أسطورة في مصر القديم. الضفدعة كانت تعبد في مصر القديمة. طب الأسطورة بتقول إيه؟ أولا لما يكون في خضرة وترش مية الضفادع تكثر. لما الضفادع تكثر ده مؤشر إن فيضان نهر النيل، ولما يفيض نهر النيل فيكون في خير، فيكون علامة على موسم الحصاد وموسم البزار. لذلك الضفدع هيكون مؤشر أيضا
للخصوبة. فلما المصري القديم لما كان بيسمع النقيق الضفادع في المكان الخضرة فكان بيعرف ان في فيضان للنيل، وفيضان للنيل يعني هيبقى فيه خير، فيبقى رمز الخصوبة. فيبتدي المصري القديم يفكر في بزار الارض، هيزرع الارض، لذلك قدس الضفدع، لذلك قدسها وألهها وبدأ يعبد في المعابد المصرية ورسمها على الحوائط والجدران. هذا الضفدع اللي احنا شفناه اللي في فرنسا، في كتير من الفرنساويين عندهم فكرة ان المصريين القدماء لما كانوا بيعبدوا الضفادع، فحتى لما كانوا بيروحوا في مصر فكانوا بياخدوا الاميولت، الاميولت اللي هو التعاويذ، التعاويذ بيعلقوها على الرقبة اللي هو تكون ضد الحسد، لانه الضفدع اله زي عين حورس كده. عين حورس في التراث المصري او في الفكر المصري، الادب المصري القديم، عين حورس هي بعين تحمي الانسان، تحمي الانسان من ايه؟ من الحسد والكراهية، لذلك وخصوصا اللون الازرق. فلذلك اللون اللي احنا شفناه ده، ده لون ازرق، لون الضفدع. فلما يتعلق فيه سلسلة والسيدات الفرنسيات اللي هم يحبوا الشياكة ويحبوا الاناقة، فابتضع هذه السلسلة ورمز الضفدع في السلسلة. ليه؟ عشان ضد عين الحسد وضد عين الغيرة منها، فيحميها اله الضفدع. ده الكلام ده بيتم الى الان، بيحميها اله الضفدع من هذه العين بالظبط، من عين الاخر، عين الحسود، وزي بالظبط عين حورس، عين الاله حورس حامي مصر.